three identical pointed charges each of 5 microcoulomb are placed in the xy plane as shown in the figure. Calculate the net electric field at the point P لهدي as shown in the figure. عندنا 5 و 5 و 5 وعايزين electric field هنا. يعني Q1 هيطلع منها خطوط electric field كده هنسميه E1. الـ E2 هيطلع كده سميه E2 والـ E3 كده ادي E3. طب نحسبهم الأول دول وبعدين نجمع الـ X component و Y component. هو الـ E بتساوي إيه؟ بتساوي K في Q على R تربيع. طب يبقى الـ E إحنا سمينا ده إيه؟ 1 المفروض. الـ E1 بتساوي 9 × 10^9 الشحنة بتاعتنا 5 مايكرو على المسافة دي تربيع اللي هي 3 و5 يعني جذر تربيعي ده 25 + 9 يعني 5.83 المسافة دي 5.83 متر. هحطها هنا وأقول تربيع وأقول يساوي 9 × 10^9 في 5 × 10^6 تقسيم الأنصر تربيع. طلع الجواب 1.324 نيوتن على الكل. طب E2 طبعا اتجاهها زي اتجاهها كده. E2 اللي اتجاهها كده هيبقى K اللي هي 9 × 10^9 في 5 طبعا كله نفس الشيء لا المسافة تفرق في 5 × E^6 تقسيم ال Q2 بعدها عن نقطة P قد ايه 4 و3 يبقى 7 تربيع هنا كان 5 وشوية فطلع الجواب أصغر طبعا 9.18 نيوتن على الكولوم واتجاهها ازاي اتجاهها كده. طب والاي 3 هيكون اتجاهها كده مسافتها كام دي كلها 6 شيل 3 يبقى 3 يبقى نفس الكلام اللي فات بس هقسم بدل 7 3 تربيع طبعا تطلع اكبر طلعت 5000 نيوتن على الكولوم واتجاهها كده. تعالى نجيب سيجما الاف اكس احنا كل الكلام ده بنتكلم في ايه وسيجما الاف واي هو عايز النت ما قالش ماجنتيوت ولا دايركشن اجيب الاثنين يبقى اجيب الاف سيجما الاي اكس الاي واي وادي سيجما وادي الاي ده هو الجذر التربيعي اي اكس تربيع اي واي تربيع. الاي اكس عندنا اي 3 موجب اللي هي 5000 ماينس اي 2 سالب ماينس الاي 1 ونحلل بقى احنا الزاوية دي خلينا نقول الزاوية دي تساوي الزاوية دي نسميها ثيتا ثيتا بتساوي شيفت تان المقابل على المجاور 5/3 59 درجة يبقى كوساين 59 درجة 5000 ماينس 9.18 ماينس الإي واحد اللي هي 1.324 كوساين 59 طلعت اتجاه الإكس 3400 نيوتن على الكرة ده اتجاه الاكس اتجاه اللي هو مفيش الا ده اي واحد ساين ثيتا ماينس ننول تحت يعني 1.324 ساين 59 يطلع 1.33 1.135 نيوتن على الكولوم. طيب حط الاتنين دول تحت الجذر يعني ربع ده
واربع 3400 واخد جذر التربيع، تطلع القيمة 3584 نيوتن على الكولوم. اتجاهها ازاي بقى؟ احنا عندنا موجب اكس وسالب واي، موجب اكس وسالب واي، يبقى ده اتجاهه. يبقى هنسمي دي ثيتا او فاي اي حاجة، ثيتا شيفت تان الواي اللي هي واحد واحد تلاتة خمسة بدون اشارات بقى على 3400. شيفت تان فطلعت 18.5. يبقى عندنا القوة، لا الالكتريك فيلد شدته 3854 نيوتن على الكولوم او 3.58 كيلو نيوتن على الكولوم، وزاويته زي ما احنا شايفين وادي اتجاهه. طيب في البارت بيقول لو حطيت شحنه if a charge of minus 2 مايكرو كولوم is placed at point P calculate the net electric force. هو الفورس بيساوي ايه؟ الفورس بتقوم بلون F بتساوي ال E في الكيو، يعني ال E اهي عندنا 3584 والشحنة ماينس 2 مايكرو، فهضرب اللي هو 3584 في 2 10 سالب 6، فطلع او طلعت الفورس 7.2 في 10 اس سالب 3 نيوتن. اتجاهها ازاي؟ اتجاهها كده اهي، والزاويه دي اللي هي ثيتا، هي لسه حاسبينها 18.5. يبقى ادي القيمه وادي الزاويه.